هتكلم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عن نظام الطيبات. انا دلوقتي بتكلم على نظام الطيبات اللي هو ترند والناس كلها بتتكلم عنه. ليه بتكلم عنه؟ عشان انا واحده من الناس دي اللي عندي تجربه ناجحه الحمد لله بفضل الله في الشفاء من كل الامراض. يعني انا شفيت الحمد لله من كل امراض، سكر وضغط وخشونه ركبه ومفاصل وي وي شرحها كلها في خلال 6 شهور بالصيام المتقطع. هتكلم بقى الحاجات اللي هو انا مش عارفه يعني ده كرسي في الكلوب يعني ولا ايه، ان انا لما السكر يعلى عندي ازغرط، السكر عالي بقى 500 او بقى 600، هفرح وازغرط ان انا السكر عالي. طيب لو السكر عالي في جسمنا وما سببش التهابات يبقى ده انت عملت عمل ثبت ان العلم كله والابحاث العلميه اللي احنا دورنا وابحثنا بحثنا فيها واللي حازم ترجمها واللي ابني قال لي عليها كلها ملهاش لازم. ممكن احتمال لما انا اكل سكريات، اكل فندق واشرب عصير في علب واكل جبن مطبوخه، ما اكلش جبنه قريش، ما اكلش فول، ما اكلش طعميه، ما اكلش عيش ابيض. انا العيش الابيض ده فعلا انا نفسي لو كلته على فترات متباعده، لو حبيت اكل فينو او عيش ابيض بحاجه من التفاصه مش بحس ان هو مش حلو، بس انا ساعات ببقى تفصل. لكن انا اللي خلاني اتكلم بقى في اللايف ده وان شاء الله شيره على القناه، ان انت دخلت بقى في حتتين خطر جدا. يعني انا كنت الاول عملت الفيديو الاولاني ما كنتش شفت كل فيديوهاتك، انا دلوقتي شفت كل اغلبها يعني، او اغلب اللايفات الكتير اللي انت عاملها دي. مش عارفه ازاي بتجيب وقت تعمل اللايفات دي كلها وتعمل كمان تكشف على عيانين. المهم مش دي مشكلتي، انا مشكلتي في حاجتين. ان انت بتتكلم عن الفشل الكلوي، المراحل الرابعه والخامسه او اللي هي بيغسلوا كلى، وتقول لهم اشربوا عصير ونظام الطيبات. يعني انت بتمشي نظام الطيبات ده على الفشل الكلوي اللي هو ممنوع، اللي انا اعرفه كل الابحاث بتقول ممنوع ان هم ياخدوا فسفور او بوتاسيوم. طب ما هو النظام بتاعك اللي انت عامله ده فيه نسبه بوتاسيوم، وفي انت ما منعتش مثلا، ما قلت لهمش ما تاكلوش حاجات فيها فوسفور او ما تاكلوش حاجه فيها بوتاسيوم، انت بتقول لهم كله سكريات وعصير العلب وما تشربوش ميه والميه بتموت. لكن اللي عنده مشاكل صحيه بسيطه، او الحاجه الثانيه اللي هي الامراض الجينيه، في متلازمات جينيه كتير، وفي امراض بتبقى في الجينات نفسه بتاعت الانسان. ده في ناس لو كلوا يعني ممكن يموت، وانا قلت قبل كده على المتلازمه اللي بتيجي للاطفال اللي هي البي كيو، ده لو كل يعني هيموت، فليه نسبه اكل محدوده قوي في اليوم. فانت حضرتك قلت خلاص مش هناكل ملوخيه بالفراخ بالملوخيه، وان الطيور اللي هي البط والوز اللي انا اتربيتنا عليه عمرنا كله والبيض ما ناكلوش. ممكن الناس تجرب الحاجات دي وترتاح. الناس اللي بتجرب الحاجات دي وترتاح او حاسه براحه، ده عشان انتوا معمل لكم غسيل مخ، عشان انتوا مش عايزين اساسا تشفوا تعملوا مجهود عشان تبقوا بصحه. في فيديوهات كتير قبل كده قلت لكم يا جماعه مفيش حاجه بتشفينا من امراضنا غير الجوع، والله الصيام دي مش بس الابحاث بتقولها، ده الاديان كلها بتقولها، المعتقدات زي البوذيه ومعتقدات كتير غير الاديان بيقولوا الصيام. جسمنا مخلوق عشان يصوم، بيحافظ على البقاء في الدنيا بسبب الصيام.
انت بتقول 16 ساعة، ازاي 16 ساعة؟ ده انت بيقول لو تعبت صوم ست. انا بقى لما شفت الحاجات بتاعتك لقيت في حاجات مش منطقية بالعقل والمنطق، يعني ما كلش خضروات. طب ماشي، اي حد هيمنع الخضروات هو عنده قولون، لكن مش كل الناس عندها قولون تقرحي او قولون عصبي او ارتشاح امعاء هيمنعوا الخضروات. ما هو في ناس لو منعت القرنبيط والكرنب والبروكلي والحاجات دي هترتاح لان هي تعبانه اصلا، فيعتقدوا كده ان النظام حضرتك صح. انا اللي بترجاك، يعني بترجاك ان انت ابعد عن الامراض الخطيره اللي ممكن نظام، مجرد نظام غذائي يضيع عمرهم. يعني خليك حتى اتكلم مع الناس اللي هي عندها حاجات بسيطه او ناس ما عندهاش مشاكل صحيه كبيره. انا اللي عجبني الشوكولاته والفندام صراحه، يعني ان انت بتاكل فندام وبتاكل شوكولاته دي حاجه حلوه، بس هاكلها كل يوم؟ انا ليه بتكلم؟ الناس المريض بيتعلق في اشياء. طب انت ليه عايز؟ يعني انت مريض عندك سكر عندك ضغط، طبعا كل الناس اغلبها عندها قومه انسولين وسكر وضغط طب انت ليه ما بتقولهمش ان الصيام هو، ما انت دارس الصيام على فكره. انت شفتك وانت بتتكلم ببراعه عن سحر الصيام وجمال. طب ليه ما بتدخلوش كنظام اساسي مع ما ما في 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 محتواك؟ ليه كلكم بتتكلموا عن انظمه ليها اسامي؟ ما انا شارحه كتير وقلت انا باكل بطاطس محمره بس ما باكلهاش كل يوم. باكل النوتيلا، انت بتقول النوتيلا، طب حضرتك هي النوتيلا سكر بس وكاكاو بس، ولا النوتيلا اللي في البطرمانات دي فيها دهون متحوله؟ طب حضرتك موافق على الدهون المتحوله ان انا اجيب زيت وافضل هدرجه لغايه ما يبقى زي السمنه او الزبده وبعدين اعمل منه نوتيلا؟ ما هي دي اللي بتتباع. اي حد فيكو يروح يقرا المكونات اللي معمول منها النوتيلا. طب ما انا بعمل النوتيلا في البيت، بجيب كاكاو خام وعسل وزبده واعمل نوتيلا ويبقى طعمها اجمل بكتير من اللي انا بشتريها. ما انت عايز تتشهر؟ انا الشهره، يعني انا حاسه ان الشهره ده بلاء، صدقني الشهره بلاء والفلوس ابتلاء. الابتلاء الحقيقي هي الهدف، ان يكون هدفنا الفلوس. ولو سمحتوا انا كاتبه، يعني حتى لو هيحظرني التيك توك لا اتقبل اي حاجه من حد برضه. يا امال ده انا كاتبه على امال، ارجوكي ارجوكي بجد ارجوكي حبيبتي خلي الفلوس دي لما اجي ازورك اخدها منك. انا مش عايزه حد يقول لي انت شلت الطرح عشان انت بضعه جنيهات، انا عندي بضعه دولارات فالحمد لله من فضل الله مش محتاجه فلوس من حد. انا طالعه اقول لكم يا جماعه، يا جماعه الخير ارجوكم اي حد عنده مرض في مراحل متاخره ما يتبعش اي نظام. مش اي حد يطلع كده يقول لكم نظام معين تعملوه، ده بالذات برضو، ده بالذات على فكرة أسوأ نظام أنا قريت يعني شفته، يعتبر أسوأ نظام. لأن السكريات بطريقة مفرطة باللي هو بيحكيها، لا. وبعدين أنت بتقولي إن أنت بتنام 4 ساعات، أنا لو نمت 4 ساعات أبقى مش حاسة إن أنا مرتاحة. ده ربنا خلق الليل عشان ننام. يعني الناس زمان كانت بتتعشى وتنام. في حاجات انا موافقاك عليها بس في حاجات مش موافقاك عليها، حاجات بسيطة زي يعني انك انت بتشرب قهوة. انا بشرب قهوة، انا ما بحبش الخوف عموما، الخوف ان انا خاف من اي حاجة، بس عندي عقل ربنا اداهولي وامرني قال لي كلوا واشربوا ولا تصرفوا، كله من طيبات ما خلقنا ما خلق ما رزقناكم. وربنا مش رزقنا الخضروات، يعني الخضروات دي محطوطه للبهايم بس والمواشي والبشر ما يشربهاش. طب انا اختي شربت عصير البقدونس ارتاحت، عندها حصوه في الكلى. فحضرتك راجع نفسك وراجع، عشان انت كده بتاذي الناس، لا ضرر ولا ضرار.
ف بس انا دول الكلمتين اللي كنت عايزه اقولهم. وبعدين مش عايزه يعني ما تيجي حد كمان في حاجه يعني واحده تقول لي امسحي الفيديو، مش عارفه ايه الطرحه، انت امسح الفيديو منين؟ من بيتك؟ يعني انا دخلت بيتك وعرضت الفيديو، حضرتك ما تشوفيش القناه، حضرتك صاحبه التليفون اللي انت ماسكاه، انا امسح فيديو ما امسحش فيديو، اعمل اللي انا عايزاه في القناه بتاعتي، وحتى اليوتيوب لو قفلها لي اعمل غيرها. انا ما بيأسش اساسا، انا ست ما بيأسش، ما اعرفش اليأس. بس نجاوب على الاسئله بقى. ما شاء الله عليكي، كل احترام لحضرتك. شكرا يا حبيبتي. اوعي تمسحي حاجه، كل فيديوهاتي الجميله عمري ما، اولا لما حد يامل يقول لي امسحي حاجه هروح امسحها، او حد يقول لي اعملي حاجه اروح اعملها. انا شخصيتي هي اللي انا اللي بحدد، انا اللي بحدد. زي ما قلت كده، الصحه والشباب اختيار، اختيار ان انا اعيش شباب. انا شرحت كتير وقلت لكم يا جماعه، يا جماعه الخير، الصحه في الاعتدال، في الوسطيه، ان انا اكل واشرب ولا تصرفوا، صح؟ ده في آية صريحة في القرآن بتقول لنا، على فكرة هو برضو جاي مستشهد من القرآن، وكل اللي عايز يعمل حوارات يجيب آيات من القرآن ويفسرها على مزاجه. لكن أنا الآية اللي بقولها كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ده أمر، ولا تطغوا فمن طغى حل عليه غضبي، أو من حل عليه غضبي فقد هوى إلا من تاب وآمن. يعني برضو ربنا بيحبنا. فأرجوك راجع نظام الطيبات ده، لأن أنا شايفة إن حكاية ارتفاع السكر 500 و600 دي مش هزغرت، لأ ده أنا هصوت وأعيط. لأن لو أنت الأبحاث، أو أنت فعلا عملت أبحاث وثبتت فيها إن ارتفاع السكر على المدى 3 شهور، لما أجي أعمل التراكمي كل 3 شهور مش مرتفع، ما سببليش التهابات، يبقى انت كده، ده انت مش تبقى اينشتاين، ده انت هتبقى هنعمل لك مقام. لو ثبتت ده بالفعل ان ارتفاع السكر ال 500 و600 على في خلال مده طويله ما بيأثرش على العين، وما بيأثرش على الكلى، وما بيأثرش على القلب، وما بيأثرش على المخ، ما يعملش جلطات ويعمل مشاكل كتير، ويبقى انت كده عملت، يعني مش يعني هقول ايه، بتمنى ان كلامك لو طلع صح. هاكل بقى كل شويه فندام، وهاكل نوتيلا، وهاكل جبن مطبوخه، فهروح واجي يعني، هجاوب على الاسئله وهروح واجي. يعني الموضوع نظام الطيبات. حبيبتي يا نادية مساء الفل، بتتكلمي عن مين؟ بتكلم عن دكتور على اليوتيوب عامل نظام اسمه نظام الطيبات. كنت الاول شفت حاجه بسيطه منه، بعد كده بقيت اتابع اللايفات بتاعته والحاجات بتاعته، لقيت ان هو بيتكلم عن ان ارتفاع السكر حاجه جميله. يعني فهو ارتفاع السكر مش هو المشكله عندي، انا المشكله هل السكر، ارتفاع السكر ده بيعمل لي التهابات في جسمي؟ ما لو عمل لي التهابات يعني ما عنديش حمض معده، ما عنديش فيتامينات، ما عنديش معادن، يعني جسمي هيخرب. جسمنا بيستحمل سنين، بس مفيش بحث علمي واحد، ده انا هتجن يعني، مفيش بحث، كل حتى اللي هي الابحاث العلميه اللي ترجمها لي حازم من مواقع غير ربحيه، يعني ما لهمش هدف مادي، بيقول ان لا، ارتفاع السكر لفترات طويله بيدمر الجسم. ويعني انا لما باكل فاكهه في الصيف ابقى طفصه، واكل فاكهه كتير بافراط، وهو سكر فاكهه، سكر طبيعي، بلاقي عندي التهاب في اللثة، او يجي لي الهربس، بحس ان مناعتي ضعفت، يعني مناعتي ضعفت، يعني جسمي ابتدى ينهار من جوه، وانا مناعه ضعيفه، يعني هبدا يجي لي نزلات برد، ونزلات البرد معناها مناعه ضعيفه، يعني ممكن يجي لي مرض مناعي. والامراض اصلا يعني ايه، بتبقى سلسله كده بتشديها، امراض بتجيب امراض.
ارتفاع السكر جميل. هو بيقول ان ارتفاع السكر بزغرط، تقف في البلكونه وتزغرط ان انت جالك السكر عندك مرتفع. وفي ناس، المشكله ان في ناس بتقول احنا طبقنا النظام ده وارتاحوا. هل انتوا عندكم مشاكل صحيه اصلا يعني طبقتوا؟ ما انت ممكن ما يكونش عندك مشاكل صحيه وطبقته مدة قد ايه؟ ما هو الجسم بيتحمل سنين على فكرة، الجسم بيتحمل وقت طويل، بس بيفيد بيه بقى، بيفيد بيه. فأي حد عايز يمشي على نظام يبقى أسلوب حياته الصيام أساسا، صوم يا عم وكل بقى بعد كده اللي أنت عايزه، بس مش كل يوم نفس الأكل ومش كل يوم نفس الطريقة. بس ما تقوليش ارتفاع السكر يعني مش فيش التهابات، هي ارتفاع السكر، ما هو ارتفاع السكر مهم يعني التهابات. ما احنا بناكل عيش، وتقول ما ناكلش فول وطعمية ازاي؟ انت مصري، انت مصري، ده احنا اساس اكلنا الفول والطعمية. انت بتكلم انهي فئة من الناس اللي تقدر تشتري توست؟ اقل حاجة بتاعت التوست دي اقل حاجة بخمسين جنيه، مش هتكفي كام عيل. انتوا ولادكم بياكلوا بيتزا مش عارفه ايه، في ناس بتاكل بتفطر فول وطعميه، او يجيبوا حته جبنه قريش يهرسوها ويحطوا عليها طماطمايه وقرن فلفل وحبه زيت وياكلوا. تقول الجبنه القريش فيها كازين والتانيه والمطبوخه ما فيهاش كازين، ازاي يعني اتشال الكازين بالطبيخ بطبخ الجبنه؟ ماشي ايا كان، ده مش معناه ان انا اكل كل يوم نستو وشيدر وجوده مفيش حد. في ناس كتير، الأغلبية مش ناس كتير، أكتر الناس ما تقدرش تشتري الأكل اللي أنت بتتكلم عنه ده. فإحنا قلنا الكمال لله وحده، الله كامل والكمال هو العدل، فهو حط الشفاء في جسمك، الشفاء في جسمنا. وبعدين كل واحد حر بقى، عايز يطبق النظام يطبقه ويجرب بنفسه. ده مين اللي بيقول كده؟ ايه بقى عشان انا كده ايه؟ لا مش هقول ايه اسامي على اللايف يا امال، هبقى اكتبها لك على الخاص عشان ما ما بقاش بروج لحد بيقول حاجه انا من نفسي ما اقتنعتش بيها صراحه، يعني ما اقتنعتش بيها. المفروض ان انا لما اقول لما اي انسان مريض عنده مرض مزمن الدرجات، الامراض درجات كمان، الامراض بتزيد مع الوقت. نعالج الانيميا ازاي بالاكل؟ ارتفاع السكر يعني ارتفاع الامراض كلها بالظبط كده، دي كل التجارب وكل الابحاث بتقول كده. الانيميا حبيبتي معناها ان في مشكله في الجسم، مش كرات الدم الحمراء. يعني انا مش دكتوره بس اللي اعرفه انا عندي انيميا، يعني انا عندي نقص فيتامينات ومعادن. اشوف معدتي، يعني انا لما قلت يا جماعه اللي عنده مشاكل عنده فقر دم او انيميا راجع معدتك، ما هي معدتك من اول لما بناكل اكل في بقنا لغايه المعده دي رحله الهضم. الهضم عندي كويس بعد ما اكلت، حسيت ان انا مرتاح ومبسوط وحسيت بالرضا، معنى كده ان انا ما عنديش مشاكل صحيه. كل المشاكل الصحيه بتترتب من المعده. طب انا عندي انيميا، هل في دوره شهريه بتيجي بغزاره؟ هل عندي مشاكل في المعده، التهاب في المعده، جرثومه المعده، قرحه المعده؟ ايه اللي بيسبب لي انيميا؟ ليه عندي فقر دم؟ ليه عندي نقص في الحديد؟ باكل مكسرات كتير؟ ما هو الافراط قلنا مؤذي، حتى في الاكل اللي هم بيقولوا عليه كويس او مش كويس الافراط فيه مؤذي. جسمنا هو ده، ربنا خلق جسمنا كده هنعمل ايه؟ هو خلق جسمنا بضع لقيمات زي ما بيقولوا او حاجات بسيطه بتكفيه. احنا بناكل بزياده، انا ناديه مثلا باكل حاجات من باب التفاصيل. طبق السلطه الجميل اللي هو طماطم وخيار وبصل وثوم، حضرتك تقول ده ممنوع؟ ممنوع للي عنده قولون، ممنوع للي عنده قولون. ده نظام اسمه كارنافور بيعملوا لي اللي عندهم مشاكل في القولون العصبي او التقرحي او ارتشاح امعاء، بيعملوه فتره. يسعد صباحك حبيبتي، يسعد مسيكي. بس ف
ده اللي انا حبيت اقوله. وارجوكم، انا ما يعني عندي تجربة ناجحة، اللي عايز يمشي عليها يمشي واللي مش عايز ما يمشيش. بس انا حبيت صراحة لفت نظري الفندام، وهجيب فندام لان فكرني بذكريات طفولة، وكان في أزمة في السكر زمان وانا صغيرة، وامي كانت بتعمل لنا الشاي بالفندام. فانا هقفل اللايف لغاية كده عشان اشيره، عشان ما يبقاش طويل، ولا ايه رأيكم؟ ولا شعره هو طويل كده؟ الحديد ليه دايما ينزل حتى مع الحبوب؟ ماشي الافراط، ما انا لما اجيب لي كوم مكسرات اكله، او كل يوم اكل فول، او كل يوم اكل يوم فول ويوم فاصوليا بس من غير ما انقعهم فتره. انا مش دكتوره، هم قالوا لنا ان البقول فيها او حاجه حبايه مقسومه نصين مكسرات بقى او حبوب او بقول فيها مادة اسمها الفاتيك اسيد. المادة الفاتيك اسيد دي مهمة في جسمنا، بس كترها، بصوا كترها بيمنع امتصاص الحديد. اكل فول مرة في الاسبوع، اكل في الطعمية، هو قال كله طعمية يعني، رجع في كلامه وقال في سمعته هو بيقول ممكن ناكل طعمية مرة في الاسبوع. طب انت اهو، انت جايبنا منين؟ ما هو مش كل الناس هتشوف فيديوهاتك كلها يا ناس، مش لاقي حد بصراحة يكلم الناس، الأغلب الناس اللي هي مش قادرة تشتري الحاجات اللي انتوا بتطلعوا تقولوها دي، اللي مرة يقول المكملات الغذائية، واللي مرة يقول مش عارفة ما تاكلوش لحمة، واللي يقول ما تاكلوش مش عارفة ايه، واللي كله ايه ما تاكلوش ايه، مرار طافح. انا زيكم بسمع الكلام ده وبشوفه ممكن يأثر فيا، بس الحمد لله بفضل الله انا الحمد لله ما عنديش مشاكل صحية. فمش ها مش يعني حتى لما فكرت اللحظه ان انا اشوف النظام ده اختبره اشوفه، لا قلت طب وليه انا جازف ليه؟ ليه وعلي السكر عندي ليه؟ وافرح ليه وازغرط ليه ان انا السكر عالي عندي؟ ما انا شفت بعيني السكر العالي بيعمل ايه؟ يعني ما فيش مشكله صحيه حصلت لحد قريبي، جلطه في المخ او الشبكيه او مش عارفه ايه في الكلى، الا كان بسبب ان ارتفاع السكر مستمر. يبقى ازاي حضرتك؟ انا مش فاهمه والله. يا شيخه بتقولي احنا عايزين نقول كله يقعدوا يقولوا كملات غذائيه وغاليه. هجاوب عليك، قلعت الحجاب ليه؟ هجاوب حبيبتي ما تعيطيش. بس بص، المكملات الغذائيه دي من صنع ربنا، هما الناس عايزه تستسهل. ان بص اللي انا اكتشفته يا امال، الناس عايزة الحاجة السهلة. ايه الحاجة السهلة؟ انا هعملها اي نظام بقى، لو كارب مش عارفة، طيبات مش طيبات، انا عايزة نظام. والله 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 ما هتوصلوا لاي حل غير بنظام ربنا. كلوا واشربوا ولا تصرفوا، وان تصوموا خير لكم، غير كده مفيش. انسوا الابحاث اللي بيعملوها الناس والانظمة اللي بيعملوها دول، ناس بشر، بشر زيهم زيكم، ما عندهمش معامل في بيتهم ولا عملوا ابحاث في بيتهم. انت بتقولي لي قلعتي الحجاب ليه؟ عارفه انا هقول لك ايه وانت مالك؟ ده شعري انا، ده شعري انا، ودي راسي انا، وده جسمي انا، وروحي انا، واللي هيحاسبني ربنا بس. ف ليه اقول ليه؟ اغني من غير ليه، من غير ليه يا حبيبي بحبك. ده الفيديو على اليوتيوب 80% والله انتقادات، صدمات وخساره. وليه ده؟ انت المفروض ان انت واثقه من نفسك. اه انا واثقه من نفسي، ثقتي بتنام في نفسي عمرها ما تقل. وبعدين ما هوش حجاب، اسمها طرحه، طرحة بنحطها كده، اللي عايز يحطها يحطها، واللي مش عايز يحطها يشيلها. هو انا ماسكة حد من ايده؟ انا عملت حاجة؟ هو انا بقول لكم اعملوا زيي؟ انا بكلمكم في الصحة بس، ما كلمتكوش عمري في الدين ولا في الطرح ولا في اللبس، ولا بنتقد حد ولا لبس حد ولا بتدخل في حياة حد. سبت كل الكلام المهم اللي انا بقوله بالنسبه لي مهم، لاني انا شباب، انا شابه، طول ما انا بقدر اعمل رياضه، وطول ما انا بمشي، وطول ما انا بصحى الصبح مبسوطه وبنام بالليل زي الاطفال، انا كده شباب.
وما بشخرش وانا نايم. زمان كنت بشخر وانا نايمه، عملت تمارين اليوجا، رفعت لساني لفوق، ما بقتش اشخر وانا نايم، بنام هدوء تام. بس فانا حره بقى، انا حره. عسل اسود، والله انا باكل عسل وطحينه مره برضو كده، كل ما اشتاق لها عندي في التلاجة عسل وطحينه. كلي عسل وطحينه مره في الاسبوع، مش هيعمل لك حاجه. انا بعمل كده، اللي عايز يجرب يجرب. الافراط هو اللي بيجيب المرض، ده مش كلامي انا، ده كلام الخالق اللي خلقنا، قال لنا ما تصرفوش في الاكل. الحجاب يا اختي، الحجاب يا اخويا، الحجاب ما هوش حجاب، هي سطرحة، طرحة بنحطها على راسنا، مش هقول ليه. حبيبتي انت بتشخري وانت نايمة حبيبتي، عقد علاج العقد الغدة الدرقية، سومي حبيبتي سومي. الابحاث بتقول اي مشاكل في الغدة الدرقية نبعد عن الكرنب والبروكلي والقرنبيط، دي الابحاث، وربنا قال لي كلوا واشربوا ولا تصرفوا. جربي تمنعهم شويه وشوفي حصل تحسن، اعملي تمارين اليوجا بتحسن جدا، لما بنشغل العضلات الداخليه للجمجمه بتتحسن. معايا ناس قالوا لي بنبقى نشطة لما بنعمل تمارين اليوجا. واللي عايزه تشخر وهي نايمه دي على اليوتيوب، على القناة أنا شرحة، جايبة لكم ناس، لأن أنا ما بعملش أنا بنفسي تمارين اللسان، ما برضاش، فجايبة لكم ناس بتطلع لسانها وشمال ويمين، ويوريكم ازاي يطول وازاي يبقى في سقف الحلق ما هوش ساقط لتحت. هتلاقوه ده يعني، لو انت مهتمة ان تبطلي شخير روحي شوفي قائمة التشغيل تمارين اليوجا، هتلاقيني جايبة لك كذا واحدة بتعمل تمارين اللسان. اللسان كمان مسؤول عن شد الرقبة، اللسان مسؤول عن الترهلات اللي بتبقى موجودة هنا في الفك، الدقن المزدوجة، الخطوط التجاعيد اللي بتبقى هنا. دي اللسان مرتبط ب70 عضلة داخلية جوه الجمجمة. أنا لما بعمل تمارين اليوجا داخل بحرك العضلات الداخلية للجمجمة، بعمل تصريف لمفاوي للجمجمة، بعمل بنشط الدورة الدموية والغذاء والأكسجين بيوصل للمخ بطريقة أسهل. لما بعمل كده بعمل كده، لما بعمل كده أعمل تصريف لمفاوي، بعمل مساج للشعر، بعمل مساج للكتف، لتحت الباط، للحوض، الحجاب الحاجز، بضرب جسمي، اضرب جسمي، عارفين ده كله بينشط الجسم. انا بعرف ازغرط حلو قوي يا ناديه، مش ده تمرين اللسان؟ والله انا بعرف ازغرط انا كمان. بس انت اكيد عليكي زغروطه جامده صح؟ تحريك اللسان حتى لو بتزغرطي دي بتنشط العضلات كلها، يعني هو اساسا احنا بنشتغل، بس لازم عشان التمارين تبقى صح احس بالم في المنطقه دي من كتر ما العضلات بقت قويه يعني. حبيبه قلبي، بس فوالله انا قلت ادردش معاكم واتكلم برضو، كل ما افتكر حاجه من نظام الطيبات هتكلم عنها. هو بيجيب علبه عصير كبيره كده ويشرب عصير، طب ما هو العصير ده اصلا مش يا ريت فيه سكر يعني، انت منعت المشروبات الغازيه بس بتقول العصير حلو، طب ما هو برضو فيه سبرتام. هما دلوقتي بقى يوفروا في السكر الابيض، ما بيحطوش سكر ابيض، بيحطوا سبرتام، سكر صناعي 100% متخلق في المعمل. الاسبرتام سكر معمول يا ناس، في ناس بتصرف مليارات في المعامل، مليارات بيصرفوا ازاي يطلع لك طعم تدمنه. فالاسبرتام بيتحط حتى على معجون السنان،
يعني وانت بتغسل سنانك بمعجون السنان كده هتلاقي فيه طعم سكر، ده اسبرتام بيتحط على المشروبات الغازية والعصاير، هيجيب لك سكر ليه كمان؟ السكر غالي، السكر غالي، وانا حايله بايه؟ السكر غالي. فكل هيبقى كله حتى دلوقتي الاسبرتام بقى هو المادة الأساسية في حفظ المأكولات. يعني حتى لما بتيجي تجيب أكل معلب أو محفوظ هتلاقي في اقرأ اقرأ اقرأ، هما بيكتبوا على فكرة، ممنوع حد يعمل أكل أو شرب من غير ما يكتب مكوناته، فاقرأ، خايفين على صحتكم وصحة ولادكم، اقروا. والله عالي جدا، ايه غالي جدا على فكرة، يعني الواحد يستغنى عنه افضل. لا هو بيقولك السكر حلو. السلام عليكم، ده انت طيبة اوي، زيك من العراق، ربنا يخليك يا حبيبتي. شامبو الجسم، والله بصي انا بغسل، انا بستعمل في التنظيف بستعمل الكربونات، الكربونات حلو، بس انا بستخدمه مثلا مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، ما بستخدموش كتير برضو. احنا جسمنا مش محتاج يتنضف زي ما انتوا فاهمين. انت لو جبت الفرشه اللي انا وريتها لكم قبل كده اللي هي بعمل بيها مساج عشان افتح المسامات، ووقفت تحت الميه كفايه، عايزه روايح حلوه هاتي زيوت عطريه تكون طبيعيه، يعني من حد بيبيع زيوت عطريه ريحتها حلوه، هاتي مسك، هاتي في حاجات كده عايزه ريحتك تبقى حلوه، حطيها في مع الشاور بتاعك اللي انت بتصنعيه في البيت. في ناس كتير في فيديوهات بيصنعوا شاور، بس هما بيجيبوا صابون ويبشروه، يعني هي وما فيش مشكلة ان انا لو استخدمت شاور من الصيدلية بس ما اغسلش بيه جسمي كل يوم. ما هو برضو مش يعني، حازم دايما يقول لي يا ماما من لا يدرك كله لا يترك كله. انا ساعات بحب ريحة حلوة، عايزة ريحتي تبقى حلوة، بس مش كل يوم احط شامبو على جسمي وعلى شعري، ما شعري هيقصف وشعري هيبوظ وجلدي هيتخلص من الزيوت الطبيعية اللي بينتجها الجسم. في جسمنا بينتج زيوت طبيعية وعليه بكتيريا بتحميه وبتنظفه، ده احنا عندنا بكتيريا على رموشنا بتنظف الرموش، عندنا بكتيريا على جلدنا بتنظف الجلد، جلدنا كل يوم في بكتيريا عايشة عليه بتنظفه. السموم والريحة الوحشة بتيجي من أكلك، من اكلنا وشربنا، من الهواء، من الميه، كل حياتنا مليانه سموم. بديل وش رخ شلحتي الحجاب، ايه واي شلحتي الحجاب. بديل العرق، في شابه كده بتتباع عند العطار مدوره كده، بعد ما تتشطفي اعملي بيها بتقفل المسام، وعايزه بقى مزيل حقيقي للعرق 100 100، خليش عندك علي ريحه عرق، صومي بقى، صومي وشوفي ريحتك هيبقى في عندك ريحه عرق ولا لا، مش هيبقى فيه، لان مش هيبقى عندك بكتيريا ضاره، مش هيبقى عندك سموم في جسمك. فاهماني؟ السموم في الجسم هي اللي بتعمل ريحه عرق وحشه. اصوم كام ساعة؟ على الاقل 16 ساعة لو انا ما عنديش مشكلة صحية. صوموا الصيام، وانتوا هتصوموا للابد او هتقعدوا سنة صايمين؟ احنا بنصوم وناكل، بناكل ونصوم. الصيام ايه؟ بنشرب مية. هو بيقول ان المية قاتلة، بيقول لي ما تشربوش ميه، ما علينا ما علينا. نشوف كيف علاج ضغط العين، كربونات صوديوم مع شامبو الجسم عادي مش كل يوم، ده كل اسبوع او كل 10 ايام. عندي خراج في اسناني مره توجعني، الحل اتمضمض بميه وملح.
انا لما بفرط في اكل الفاكهه والسكريات اللي يعني ربنا خلقها يعني، بيجي لي الم في بحس ان في عندي حاجه بسيطه كده، اول بحس ان في حاجه في اللثه كده مضايقاني اروح متمضاه ميه وملح واحترم نفسي بقى، اروح موقفه كده الفاكهه يومين ثلاثه وارجع تاني اكل. فالميه بملح ممتازه يعني، بتدبل كده المكروب. علاج ضغط العين صوم. هو ضغط العين جاي لك منين؟ ضغط العين جاي لك من ضغط الدم، الشرايين متصلبة، فانت بتحس بألم في طلوع الدم، يعني الدورة الدموية مش ماشية صح. بلاش تجيبوا ملح مصنع، جيبوا ملح خشن من عند العطار، ما تمنعوش الملح. الملح مهم، لينا معلقة صغيرة او معلقة ونص ملح في اليوم حسب بقى ما انت عايز. لا عايز الاكل اتعودت على ملح قليل، كل ملح قليل، بس ما تمنعوش خالص، ما ينفعش امنعه خالص. خليه يندوخ فص ثوم ويقعد كده شوية وبعدين يروح. اه والله هو فص الثوم ممتاز يا امان، فعلا هو فص الثوم ممتاز، بس في ناس بتقدر تتحمله. يعني انا بحب امضغ فص الثوم ده قبل ما انام، بحس بنار بقى في بقي، اقوم الصبح الاقي بقي جميل، ريحة طعم بقي حلو سبحان الله يا ربي، والاقي مبسوطة كده. ليه؟ لانه هقول لكم على حاجة، المضاد الحيوي المصنع بيعمل ايه؟ لو انا خدت مضاد حيوي بيقتل لي الحاجتين، الفيروس مثلا او الميكروب الضار والسليم، عشان كده بسأل على مناعتي. لما باجي اخد فص ثوم او بصل ما بيقتليش الحاجات النافعه، لان ده هو اللي خلقه ربنا. في فرق بين اللي خلقه ربنا وخلقه البشر. البشر كل اللي يهمه ان انت لما تاخد مضاد الحيوي تتحسن، لما تاخد العلاج الاعراض تتحسن، لكن المرض موجود. فجهاز المناعه عندنا يشتغل بالبصل والثوم لجميع البكتيريا. الثوم ممتاز طبعا يا امال. لو سمحت يا اختي الغاليه غطي شعرك اسابك الله. تستخدمي تلج للوجه ولا مضر؟ لا بستخدم تلج، بس في الشتاء ببقى سقعانه، يعني في الصيف بقوم الصبح كده اشطف وشي بميه ما بغسلوش باي غسول، وبعد كده بمشي التلج. انا بعمل ميه الورد في البيت او ميه خيار او ميه شاي اخضر او بن كده، وامشي بسرعه كده على وشي. التلج زي النار، لو سبته ممكن يحرق الجلد، فبعمل بسرعه 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 كده، بحس بانتعاشه. لو سمحت يا اختي الغاليه غطي شعرك اسابك الله. يعني هقول لك ايه، طب ده حضرتك ده رايك، انا رايي مش كده، انا مقتنعه برايي. ما يعني شكرا شكرا حضرتك ان انت قلت لي كده. يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اجاوب على اي اسئله. القناه عليها كلمه اشتراك، لو حضرتك بتتابع الطرحه وما عجبكش الطرحه، انها ما بقتش موجوده، الطرحه نفسها ما بقتش موجوده، دوس الغي، دوس على الكلمه اللي انت عملتها قبل كده اشتراك، شيلها الغيها. الصفحه هنا على التيك توك في كلمه متابعه، الطرحه انت متابع الطرحه، فالطرحه مش موجوده، الغي المتابعه. موضوع بسيط، ايه هو اللي بيقولوا عليه مضر؟ ما فعلا في حاجه، الخل بعد الاكل يقوي المعده. الخل للناس اللي عندها ما فيش مشاكل، قصدي في المعده ما عندهاش قولون او ما عندهاش التهاب او جرثومه او التهاب او جرثومه او التهابات. انا ما باخدش خل دلوقتي، كنت باخده، انا كنت زيكم كده، كل اللي يقول ده مفيد اعمله، كل اللي يقول ده ضار اعمله. لقيت نفسي عندي محل عطاره في البيت، بعمل خل التفاح انا بنفسي في البيت، بس انا ما باخدوش غير لما اكل احس ان انا ايه، كانت الاكله دي جامده قوي وافردت فيها.
فبجيب معلقه خل واحطها على نص كوبايه ميه واشربها بعود قرفه كده او بتاع البلاستيك دي. لكن حاليا انا معدتي الحمد لله مية مية من الصيام. ففي ناس بتقوي حمض المعده ما يكونش عندهم مشاكل فعلا بيقووا، او خل التفاح او الخل القصب، هو بيقول الخل الابيض او ما اعرفش خل التفاح، انا جربته كتير وحلو. لما في المرحله بعد ما انا بشيل حركه الجرثومه بالمنقوع المسكه او لبان الذكر او امنع السكريات والحاجات دي، الجرثومه بقى بتبدا في حاله شلل، فبقى موتها بالبصل والثوم والخل والليمون طبعا. حبيبتي لو في ترهل في الوش ممكن يتعالج بالتمارين ولا بالبوتوكس؟ ما هو البوتوكس دي ماده بتشيل العضلات، البوتوكس بيشيل ماده بتشيل العضلات، فالحاجب بيترفع. لكن انا لو عملت تمارين وعملت مساج او بتاخد وقت حسب عمرك، بس حواجبك هتترفع برضه يا امال. ده انا كاتباها يا امال، ما انت مصممه. ماشي لما اشوفك بقى، انا لسه والله يا امال والله لسه ما شفتها ولا اعرف هي ساكنه فين، بس ان شاء الله اروح لها عشان الم منها الفلوس اللي بتعملها بعطرها دي. يا جماعه تمارين اليوجا، اتكلم برضو عن شويه عن تمارين اليوجا والمساج. انا لو عملت مساج للوش حسب اتجاه العضلات او عكس الجاذبيه الارضيه، تعالي انت رايحه فين خليكي هنا، ورفعت الجلد، هيضرني في ايه؟ مش هيضرني في حاجه. المشكله هنا ان انا استهدف العضلات، كل ما بستهدف العضلات في المساج كل ما باخد نتائج حلو كده وانزلق كده. بس طبعا انا مش حاطه حاجه، بعمل كده، ده عامله لكم بيه فيديوهات والله، كده عامله لكم فيديو ازاي نعمل مساج. وازاي في معلومه مهمه قوي برضو عايزه اقولها، برد بيها على الناس اللي بتقول انت شكلك كبير. انا شكلي كبير عشان شكل الجمجمه عندي اتغير، الجمجمة العظم نفسه بيتغير. عشان اصلح عظم الجمجمة انا لسه بشتغل على نفسي، معرفش هيتصلح ولا مش هيتصلح. انا فارق معايا ان انا مش مترهلة، فارق معايا ايه؟ ان انا مش مترهلة، ما عنديش انتفاخات اهي، فيش اهو. لما بشد كده ما بيبقاش، يعني انت تعرفي ايه الترهل؟ لما بشد كده تفضل ثابته بعد ما اسيبها، ثابته شويه وترجع. فاهو انا ما عنديش دهون في جسمي، ولكن انا بحفز الكولاجين اهو، فانا بشتغل على نفسي. نتيجه الصدمات في حياتنا بتأثر بشكل كبير جدا وتأثير فوري، مش زي الأكل، الأكل بياخد سنين. لكن لما بتبقى صدمة عنيفة أو قوية، أنا اتصدمت بيها. على فكرة إحنا اللي بنخترع الصدمات عشان إحنا مش واقعيين. الصدمات بتأثر على العظم نفسه، على عظم الجمجمة، على الشعر. ممكن تنامي بالليل في صدمة تصحى الصبح تلاقي عندك شعر أبيض، هرمونات بتتلخبط، الكورتيزول بيتعلي بيعلى. لكن التوتر والضغط النفسي لو حاجات بسيطة وعدت بتعدي. لكن أنا ما باخد صدمة عنيفة، واحدة جت قالت لي الحقي جوزك اتجوز، وادي الدليل والعنوان وكله، وأنا بقى خدت الصدمة دي، جوزي اتجوز عليا، الخاين الغدار، فدي صدمة. لكن أنا لو متوقعة وعارفة تفكير الرجالة ازاي، وربنا خلق الراجل ازاي، وان الراجل ما بيتكفوش واحدة ست في حياته، نادرا هتقولي راجل اكتفى بامرأة واحدة، امرأة واحدة لا تكفي. لو انا مقتنعة بده، لما تيجي واحدة تقولي جوزك متجوز او مع واحدة، مش هاخدها صدمة، هستغرب بس شوية كده اقول لي وانا زعلته في ايه او مش عارف.
مش شرط تكوني زعلتيه، ممكن تبقي قايده صوابعك العشرة شم وبتعملي له كل حاجه وهو بيحبك برضه، بس هو عايز واحده تانية. ما هو الدين الاسلامي، الدين الاسلامي هو الوحيد اللي عارف ان الراجل ليه اكتر من ست، زائد ان في ستات كتير بتعتقد ان عقد الجواز ده عقد ملكيه، ملكيه خاصه. لا هو مش ملك يا حبيبتي، ده عقد الجواز ده اصلا اللي عمله نابليون لما جه في الحمله الفرنسيه في مصر، الناس كانت بتتجوز من غير عقد جواز، بكلمه، بالرضا والقبول والاشهار. فدول ما مش دليل على ان او امر واقع ان هو يفضل عايش معاك طول العمر. مفيش حاجه مضمونه خالص في الدنيا، الحاجه المضمونه الوحيده ان احنا هنموت بس، غير كده مفيش حاجه مضمونه تانية. فالصدمات احنا اللي بنصنعها، احنا اللي بنصنع الصدمات لنفسنا. ليه ما بنبقاش مصدقين؟ يعني حتى لو حد سافر وسابنا او حد هاجر او حد كان عايش معانا وما بقاش عايش معانا، بنفتقده ونزعل ونعيط، بس ده امر واقع. ما خلوش يدمر لي عليه الكورتيزول قوي. الكورتيزول على فكره مهم، كل الهرمونات في جسمنا مهم، بس في هرمونات لما بتعلى بتدمر جسمنا. تاثير المشاعر وكسر القلوب تاثير بيبقى حسب درجه الصدمه اللي انت حضرتك او اللي انتوا حضراتكم قلتوا دي صدمه. هي مفيش حاجه اسمها صدمه، الصدمه دي بس ان حاجه تخبط في حاجه، فانا بسمح لان حاجه تخبط في جسمي، انا اللي بسمح بيها. عربيه تخبط في عربيه، دي بقى واحد سكران دخل في واحد ملوش ذنب، لكن انا اللي بسمح للصدمات تدمرني، انا اللي بسمح لاي تعليق سلبي يدمرني، انا اللي بسمح لاختي او اخويا او بنت خالتي او صاحبتي تقول لي مال وشك بهتان لي، انت وشك بهتان، انت عيانه. بس اروح ابص جري في المرايه، ايه ده انا بهتانه وده انا عيانه، ده بالوهم بقى بقيت عيانه حبيبتي او يا حبيبي، بقيت مرضى. الوهم بيمرض، الوهم بيمرض الانسان. برضه في النظام اللي هو بيقول ان شفاء الامراض النفسيه بنفس النظام بتاعه، ازاي يعني؟ دي كيمياء في المخ بتبقى ساعات. بس انا متاكده ومش مفيش حاجه مطلقه 100%، يعني حازم دايما يقول مفيش حاجه مطلقه 100%، بس بنسبه ان نظام الاكل والصيام المتقطع والتعرض للشمس شويه بيخلي الانسان يتعافى حتى لو 80%، لو عنده مثلا وسواس قهري او عنده باي بولر او عنده بوردر لاين زي حالاتي. ما انا عندي بوردر لاين، انا اتشخصت بوردر لاين، انا شخصيه حديه، بس انا مقابل ان انا كان عندي بوردر لاين، انا تقريبا اذكى واحده في عيلتي كلها اللي عملت فلوس، اللي عملت شغل، اللي اشتغلت وعملت فلوس حلوه. يعني انا اهلي اغلبهم فقراء، انا صممت اتعلم واكمل تعليمي واشتغلت وكنت بصنع وكان عندي مشغل وكان عندي محلات وعملت فلوس، وابني طلع نفس الحكايه زي. فالامراض النفسيه يا جماعه ليها مكافآت، التوحد ليه مكافاه، والامراض النفسيه والوسواس القهري ايا كان هي كلها بتتبني من الاكتئاب. يعني كل الامراض النفسيه هي اساسها يعني وسواس او فكر زياده. في ناس عندهم توحد، انا شفت فيلم لمحاسب، قصة حياة محاسب، كان عنده توحد وهو طفل، بقى عبقري في الحسابات. فربنا بيكافئنا، عندنا أمراض نفسي، عندنا مكافآت تانية، بس احنا ما نقعدش نشوف أعراض المرض النفسي ونسيب المكافآت. أنا الصيام المتقطع فرق معايا كتير قوي في تشخيصهم بره اللاين،
انا بفصل كنت كتير بقى وانا صغيرة افصل عن الواقع، يعني اغيب عن الدنيا ثواني او دقايق، ممكن ابقى بتكلم كده وفجأة افصل، ما اعرفش ايه اللي حصل في الثواني او الدقيقة اللي عدت دي. ده قل جدا عندي، بيحصل ساعات وانا بعمل فيديوهات فاعيد الكلام تاني. ففي ناس قالت لي انت ليه بتعيدي الكلام؟ انا بفصل، يعني دلوقتي بقيت افصل ثانية، يعني مثلا اقول كلمة واعيدها تاني بتبقى ثانية غير الاول، بس المكافأة بتاعتي ان انا طلعت مختلفة عن كل اللي حواليا من فضل ربنا. طبعا كلامك صح، كلامك صحيح. ايه بيقطع؟ صراحة انا الاكتئاب خلاني اعمل كتير امور، طورت نفسي. ايوة، ما تستسلميش. احسن نظام غذائي يرفع معنوياتنا ويخلينا ما نعتبرش في حاجة في الدنيا صدمات، او نستقبل اي حاجة سلبية او اي حاجة تضايقنا بطريقة مختلفة، هو ان انا نظام غذائي اللي هو قال عليه ربنا، مش انا اللي قلت عليه. فكلنا، حتى الناس اللي هم ما عندهمش امراض نفسيه، في على فكره اغلب الناس عندها مشاكل نفسيه هم ما يعرفوش اساسا. في ناس كتير قوي اللي بياكلوا ضوافرهم، دول رقايه اللحم، اللي ما بيحبش يخرج كتير. انا كنت من الناس اللي ما بحبش الافراح ولا اعياد الميلاد ولا الاجتماعات، ولو رحت مضطرة في أي مناسبة كنت مخنوقة، هبقى متضايقة. أنا شغلي وأقعد أتفرج على أفلام، مدمنة أفلام أجنبية، وده كان هروب مني في الأفلام، إن أنا يعني بحب أتفرج على أفلام بعيش جوه الفيلم، فده هروب من الواقع. فالحمد لله طلعت برضو حاجة مفيدة، إن أنا عرفت حاجات كتير، وبرضو شفت ناس عندهم بايبولر وأعراض البايبولر وأعراض البوردر لاين، وشفت بتاع ده الانفصام الشخصية، شفت اللي هو فيلم العقل الجميل بتاع العبقري جون ناشي اللي كان عنده انفصام في الشخصية في 3 شخصيات. فشفت عرفت وشفت، وهي رحلة حياتنا هي عبارة عن تسلسل من الخبرات. ما في ناس بتيجي الدنيا وتتولد وتموت من غير ما يعرفوا اي حاجة ولا فهموا حاجة ولا عاشوا كده بمنتهى البساطة. وفي ناس اللي بيفكروا كتير، هم الناس اللي بتتألم اكتر. كل ما انا اكون بفكر كتير ببقى حساسة اكتر، احب القطط، احب الكلاب. انا ربيت قطط كتير وربيت كلاب كتير، واخرهم كتكوت لقيته في الشارع وخدته وربيته، وحازم قال لي سعفان وسميته سعفان وطلعت معايا في الفيديوهات. كنت ارتبطت بيه ارتباط رهيب، بس لما كبر قلت لا، انا مش انانيه، هبقى انانيه وافضل معيشه من غير البيئه الطبيعيه بتاعته. شفت ناس بقى بدو بيربوا فراخ، قلت لهم خلوه معاكم بس تذبحوهوش، سيبوك، وعدوني ان هم مش هيذبحوه، قلت لهم سيبوه بقى عشان انا بحبه. يعني هنزل البث ده في اليوتيوب ان شاء الله. طيب بس هو دلوقتي عدى كام وقت؟ انا مش عايزاه يبقى طويل قوي. اهلا استاذه ناديه، نورتينا فعلا. طب عشان انزل البث ده في اليوتيوب هفصل، عشان قبل كده عملت حاجه غلط ما عرفتش انزل البث بتاع اول امبارح، فهفصل كفايه كده عشان ما بقاش طويل قوي، عشان لما بيطول قوي ما بعرفش انقله. وهرجع في نفس الوقت، يعني هوقف البث ده اللي انا هشيره وهرجع لكم تاني.